أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة جدا النهاردة وخاصة بنهديها للشعب الشقيق السعودية، كل الوطن العربي وكل أنحاء الكرة الأرضية فرحة وتهنئة للشعب السعودي بفوز المنتخب، وإن شاء الله هنصعد للنهائيات وندعو لكل الفرق العربية تفوز بإذن الله تعالى وتبقى الفرحة فرحة وطنية واحدة. فهنعبر عن فرحتنا بما أننا برنامج طهي، هنعمل الأكل النهاردة أكل سعودي. إيه المشكلة؟ نعمل أكل لطيف بخبرة سعودية لطيفة وجميلة. هنعمل الكبيس النهاردة والكبسة يسموها بالسمك الهامور، ودي الاسم العلمي والتنفيذ بتاعها، سمك الهامور، شريحة من سمكة الهامور. هنعملها كبسة النهاردة بالتوابل العربية اللي بتتكلم سعودي والرز البسمتي والخبرة الطهوية. معانا عدل الكبسة، سلطة الدجوس اللي هي الطماطم مع الفلفل الحار برضو لها تفاصيلها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، تاخد توم ما تاخدش توم، تاخد كزبرة خضراء، هنشوف الكلام مع بعض. كمان في حلو مشهور جدا في المطبخ السعودي اسمه الحنين، اللي هو بيتعمل من التمر والموز بالدقيق الاسمر الموجود، هنشوف نعمله ازاي بتفاصيله. الحلو ده بجد كله طاقة وكله قيمة غذائية عالية جدا، لان بيحتوي على التمر والعسل لو احنا حابين، وله تفاصيل كتيرة الحنين. بما ان انا كنت عايش في السعودية فترة طويلة من عمري، فانا عندي هنا الخبرة الطهوية وخاصة للأكل السعودي زي القرصان، السليج، المرجوج، شوربة الجريش، الحنين، كل ده. خش على اللي بعده، خش على الأكلة المشهورة والحلو المشهور في المطبخ السعودي اسمه الحنين. حلو الكلام، او الحنيز بيسموه، يعني هو من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة بيطلق عليه الاسم، ولكن أساسياته الدقيق الأسمر اللي هو الدقيق البر مقادير على الشاشة، وموز، وتمر اللي هي العجوة. حلو الكلام، ممكن يتعمل بالعسل، ممكن نكتفي بالسكريات اللي موجودة في التمر، مفيش أي مشكلة، ده اختياري، كل واحد وحالته الصحية. حلو أوي، تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. طبعا عشان اقعد اعمل لي 20 30 حبه حنين اللي هي عامله زي القطايف بتاعتنا هتاخد مني وقت، فانا اخترعت اختراح حلو كده مع بعض، وده لكل الامهات اللي بتشوفنا عايزه تعملي حنين، عايزه تعملي العصيده بالطريقه الحلوه اللي انا هشتغلها دلوقتي. طبعا بنشتغل في حلو، الطبيعي ان احنا ايه نغير الجلافزات بتاعتنا ونغير السكينه ونغير البلانشه وكل حاجه. في صينيه بتسخن في الفرن، بص على مخرجنا الجميل، بنجهز ورقه زبده للصينيه دي. خلي بالك بقى هنا بقى السرعه الطهويه زي ما بيقولوا. حلو الكلام، الصينيه هنا بتسخن جامد في الفرن، خليها تسخن زي ما تسخن، هي كده اهي. ونعمل خلطه الحنين، معانا التمر، معانا الدقيق الاسمر، معانا الموز، دي المقادير بتاعته بكل بساطة، ومعانا الزبدة، نشيل البصل والثوم ده من هنا، ونشوف نعمل العجينة ازاي بتاعتنا، بولة ازاز. حلو الكلام، زي دي كده ماشي، مش هتقول لأ. بناخد دي الأسمر ده كده، مقادير شفناها على الشاشة، بناخد على الدقيق ده شويه دقيق ابيض صغيرين. الكبسه انا مهدي النار عليها خالص، اتقل على الكبسه لما تستوي، نحط معلقتين دقيق ابيض عشان ماده الجيلاتين اللي موجوده في الدقيق الابيض غير الدقيق الاصفر، بتدي عمليه تماسك. اهو تقلبوا مع بعض، ذره ملح صغيره، انا شخصيا بحب شويه كركم صغيرين عليها كده، بدلعها بقى افتكاسه مني بقى. اهو خد اللون ده كده، اهو شويه سكر، لا مش هتاخد خميره خالص، اهو حلو، وميه، ونعجن العجينه الحلوه بتاعتنا. ولا بيض، انت مش بتعمل كيكه يا غالي. ونقلبهم كده بخبرتي طبعا، لاني عشت في السعوديه عمر كبير من عمري، يعني قعدت تقريبا 18 سنه، فعندي الخبره الطهويه الكافيه اللي تعمل اي اكل عربيه بكل ثقه. التقليبه دي كده،
محتاجه شويه ميه كمان ننزل بدول كده. خلص الكلام ونجيب الصينيه اللي في الفرن. كانك بتعملي عجينه البان كيك. شفت الخلطه دي كده اهي. نشيل ده من هنا ونوسع لنفسنا. اللهم صل على النبي. والتمر بتاعنا هنا. العجوه بتاعتنا اللي عند الفكهاني عند بتاع الخضار بتأدي الغرض. ونجيب صينيه من الفرن ونشيل ده من هنا كده. اللهم صل على النبي. ونحط عازل ما بين البلانشه وما بين الصينيه. ده الطبيعي عشان دي سخنه. خلي بالك وشكلها طبعا اتغير نتيجه تعرضها لدرجه حراره الفرن. اللهم صل على النبي. اهي دي السرعه بقى في المطبخ. ونحط ورقه الزبده الحلوه. الله. وكمان واحده زي دي كده. الله. هتعمل ايه يا شيف؟ اصبر على رزقك يا غالي. زبده. وناخد العجينه اللي انا عملتها دي كده بنوزعها في الصينيه وندخلها الفرن. مطلوب من الفرن يديني رقائق من عجينه الحنين اللي هو عباره عن دقيق بر. ناخد الخليط ده كده نوزعه بالراحه. اللهم صل على النبي. بمعلقه كده. الله الله الله. نعم. طبعا لازم عشان ما تاخدش وقت كبير والعجينه تنشف منك لازم الصينيه تتحط في الفرن مسبقا عكس الكيكه. الكيكه بتولع الفرن وتدخل مقادير الكيكه في الفرن ودرجه حراره الفرن 180. هنا بتطلع الصينيه هنا درجه الحراره بتاعتها والسخونه بتاعتها 180. حط ورقه الزبده وتساوي العجينه دي كده. تطلع من الفرن زي زمان. الاكله دي قريبه ليه؟ حد يقول لي. زمان ام الله يرحمها الحاجه كانت بعد ما تخلص الخبيزه العجينه اللي بايه تحطها في قلب الفرن تطلع بعد ما تستوي تكسرها بالسكينه وبايديها ترش عليها شويه سكر بتاع التموين ونتغدى بيها. كانت صحه. تحفر الزلط. زي ما هي كده. بتضحكوا والله العظيم ده كان بيحصل. العجينه اللي بايه من الخبيز تتحط في قلب صينيه وتخش الفرن تستوي تطلع من الفرن تكسرها بايديها الحلوه رحمه الله عليها وعلى كل امهاتنا وبعد كده ترص عليها شويه سكر ناكل صوابعنا وراها. دي كانت الغدوه بعد ما نرجع من المدرسه. هندخل دي الفرن. بعد ما ندخلها الفرن يا عم الشيف هنبص عليها كده. الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري مكانها هنا. في درجه حراره في الصينيه فلازم احطها على الشبكه عشان تاخد اللون. هسيب الحنين بص عليه. حاضر. بص عليها تدفع كام؟ بص على الحلقه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هنسيبها تستوي في الفرن. نكون جهزنا التمر والموز. ممكن نعملها بالتمر بس ممكن نعملها بالموز بس حسب الرغبه. هنسيبها كده عشان نغرفها دلوقتي بس خلونا نركز في الحنين. معانا التمر تشيل النوى منه. خلي بالك تاخد الحرص الشديد عشان ممكن النوى دي تيجي تحت سنه حماتك تحت دروسها. طب عملت ايه؟ توقفتك في المطبخ طول النهار ملهاش لازمه. تحت سنه ماما لحد من الضيوف. زي زمان لما الواحد كان يلف سمبوسه كيس السمبوسه يجي فيه دبوس كده بتاع الدباسه. يبقى الواحد تعبان والشغل طول النهار وفي مجموعات من الناس بتاكل. حصل معايا بالفعل. تلاقي الدبوس طلع لك في ايه؟ في سمبوسيه من السمبوسات. ياه بوظ التعب كله بتاع اليوم وكل الشهر. شايفه التمره؟ شايفه العجوه؟ ممكن تتعمل بعجوه؟ اللي عند البقال. ممكن نجيب شق تمر ونشيل النوى منه؟ بياخد مكعبين من الزبده. دي بالتمر. عايز نعمل بالموز؟ هنعمل. نحط الموز على التمر اهلا وسهلا مفيش مشكله. الحنين بالتمر او بالموز. دي زبده. عودين قرفه. حاضر. عايز تشوف الكبسه؟ عينيا. نهدي النار شويه كده هنا زي الفل. الحنين بيستوي في الفرن. هنطلعه مع بعض ونشوف ايه وصلنا لايه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لا 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 ده كلام كبير. بصوا عليها بقى طلعوها. بصوا عليها. نروق الدنيا هنا كده.
دي السرعه. على الخشبه دي طبعا وارد انك تكون استخدمت عليها حاجه، تعملي زي كده معلقه زيت صغيره. الحاجات دي مهمه جدا على فكره. حلو، ومنديل صغير. كل التركات اللي بعملها دي مهمه ومفيده علشان تخلي الاكله معاكي زي ما انت عايزه بتفاصيل. حلو قوي، عشان انا هطحن عليها الحنين مع التمر. زي الفل. طلع يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ لا ده انا هوريك صوره احلى دلوقتي. هطلع لك الحنين من الفرن دلوقتي وتشوف بقى السرعه بتاعت الشيف قدر يعمل صينيه كامله متكامله. اللهم صل على النبي. اهي شفت ازاي؟ اهي زي ما هي كده. هناخدها، في حاجتين، في سكينه كبيره اهيت معانا. حلو، والسكينه الحلوه دي كمان. اللهم صل على النبي. ناخد العجينه الحلوه دي كده وهي سخنه اهي، طريقه امي. طلع رغيف العيش من الفرن سخن قابب اخر الخبيز. شفت الامهات بايديها هتكسره، مفيش بقى تكنولوجيا المخرطه ولا الجو ولا الزبده، ده كده اهو. وتحط عليه السكر وبالف هنا وشفا. حلوه سخنه، بس لازم ده يتخرط مع التمر وهو سخن. الله، كفايه كفايه تعذيب وشقه. شيل دي من هنا، اللهم صل على النبي، ونخلي ده كده هنا، ونمسك دي هنا كده بالسكينه. طبعا في مطابخ تعملها كده، البعض طبعا بيعملوا زي القطايف، عارفين كلنا القطايف اهو، وهي سخنه خلي بالك. ولازم نقعد عليها بالمخرطه كده لغايه لما يتهري. شفت الحنين؟ هينزل عليه التمر دلوقتي والعسل ويتقدم بألف هنا وشفا، بس طبعا ده بعد ما يتهرس شويه. طب احنا لو هرسنا دي يا شيف بعد ما يبرد في مشكله؟ طبعا اللومه هتجلد مننا. عشان كده انا سبتها للاخر لغايه لما فريق العمل يقول لي وقتك خلص، يبقى عرفنا ايه الحكايه مع الحنين. دي لما تاخد التمر دلوقتي هتتفرجي عليها. طبعا البلانش لازم تكون نظيفه، والسكينه نظيفه، والكاونتر بتاعك نظيف، ما فيهوش لا بصل ولا توم. نجيب التمر بتاعنا اللي هي العجوه سخنه برضو، شيل القرفه بتاعتنا دي كده عشان ما تكسرلكيش السكينه، خليها هنا زين بيها الطبق. في واحده تانيه اهو، نعدهم عشان ما يحصلش اصطدام بالسكينه والقرفه الخشب. ننزل بقى كده. الحاجات اللي انا بقولها دي مهمه جدا على فكره، انت ممكن تكوني ناسيه بقى، تنزلي بالسكينه بتاعتك على الخليط ده كده يبقى شكلنا وحش، ايه تكسري السكينه. شفت العجينه؟ يرجع تاني للطاسه، اللهم صل على النبي. ونقلبه مع زبده، ممكن نحط عسل، ممكن نحط سكر، ده اختياري. ده الحنين. شيل دي من هنا، وناخد اللي نزل ده هنا كده، عايزه انا الف هنا وشفا، هو ده. حلو، ونقلب كده على النار هنا شغاله مع السخونيه، ونشيل دول من هنا كده، ونحط معلقتين من الزبده هنا مع
ممكن نحط سمنه بلدي اختياري. الزبده بتسيح، بتطر اللقمه او الخبزه او العجينه، ولازم تتعمل بدقيق اسمر، ما نخترعش ونعملها بدقيق ابيض، لازم تاخد اللود ده كده، دي كلها طاقه. ده بعدين، الله ينور عليك يا فاروق حبيبي نفسني اهو. ليه بعدين يا عم الشيف نحط شيشاء ميه علشان نكون ظبطنا القوام بتاعها وشفنا متطلباتها اهو. ممكن ما تحتاجش مننا اهو. شفت اهو، شفت كل ما تتعرض للنار كل ما تتهري معاك وتبقى عجينه واحده. الهريس نفس القصه، بياخد مجهود كبير بس في تكنولوجيا دلوقتي. القمح يتجرش يستوي في مرج اللحم مع الجريش اللي هو الدقيق القمح، وبعد كده بينضرب في قلب الخلاط او في قلب الكبه. نجيب طبق التقديم. اللي ياكل معلقه من ده يدعي لي. انا عايز احط رشه قرفه حلوه كده تبقى لطيفه. عايزه تجودي وتعملي احسن مني، هاتي لوز وطحنيه وحطيها فيها كده. اوميجا 3 يعني وداعا للزهايمر، ولادك بيذاكروا حبيبهم فيها. طبق التقديم فين يا عم الشيف؟ الف هنا وشفا، اللي هياكل منها هيدعي لي والله. دي وجبه متكامله، التمر مش محتاجين نتكلم عنه، وصى فيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. الخبز اللي هو الدقيق الاسمر فيه كل العناصر الغذائيه، حبوب كامله مطحونه، فيه الحديد، فيه المعادن، فيه المغنيسيوم. شقشاء ميه زي ما قال مخرجنا، بس هنا لازم الميه السخنه. حلو، ما تحطيش ميه بارده، خلي بالك. كده احنا عرفنا ان هي تطرى شويه تبقى زي العصيده. الطبق ده لو حد ما دخلش عليك المطبخ وبتعمليها ما يصدقش انك تعبتي فيها كده. عشان كده سبتالي الاخر. شفت احنا بنحب الشعب السعودي قد ايه؟ ممكن طبعا ما تخش الام في المطبخ، هتعملها بتفصيل وبتفاصيل وبتكنيك عالي. الوقت وقتها هتعمل كل واحده من الحنين دولت زي عجينه القطايف كده على حده، وتبقى رؤياه مفيش مشكله. ناخد ده يا عم الشيف. تتاكل بارده ولا سخنه؟ مخرجنا بيسال. يفضل ان هي تتاكل سخنه. ممكن تزينيها بشويه فستق جودي، زوديها بشويه لوز زودي، غير كده لا. فستق او لوز دي قيمتها، فول سوداني لا، خلي بالك ما تبوظيش الدنيا. يعني بنحب نخترع. تفاصيل الحلقه النهارده بساطه، سهوله، مرونه، ولكن حب اكتر ما هو شغل. بنهنئ الشعب السعودي الشقيق بطريقتنا في برنامج اكله امي من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه التلفزيون المصري، فرحة بالفوز المنتخب وان شاء الله الفوز الكبير عن قريب ان شاء الله. وعايزين نهني كل طبعا الدول العربية بالفوز، لان احنا كلنا على ارض واحدة اللي هي ارض الوطن والعروبة. رؤية، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائيه المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.